السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. الجهد الخدمي، انتشال المناطق من الحرمان، مجلس حقوق الإنسان تجاهل ضحايا إيران. حياكم الله مشاهدي الأحبة، نتحدث اليوم عن الاستقرار النسبي اللي يمنح بغداد وشوارعها فرصة التجديد لافتتاح مراكز تجارية ومقاهن ومطاعم فاخرة، وتنعم بغداد البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة باستقرار نسبي بعد نزاعات مدمرة استمرت عقود أتاحت أشغال تجديد في المدينة، من طرقات معبدة ونظم صرف صحي جديدة إلى فنادق فارهة ومطاعم، وهي مشاريع تسمح للحكومة أيضا بالدفع ببرنامجها أمام الرأي العام، وتكثر المشاريع الكبيرة لوصل الأحياء العشوائية مثلا بشبكات الكهرباء والماء وترميم الطرقات وحتى الأرصفة وبناء جسور. فقد جعل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني من إعادة تأهيل البنية التحتية أولوية لحكومته. هذا الملف بالإضافة إلى ملف آخر راح نتناول ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بكم وبضيفي الكريمين في الأستوديو، المهندس عبد الرزاق المالكي عضو اللجنة المركزية للجهد الخدمي الحكومي، حياك الله أستاذ عبد الرزاق ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ نزار السلطان عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وعضو لجنة الخدمات في مجلس، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الرزاق، نتحدث عن أولويات الحكومة باعتبار أنها وصفت نفسها بحكومة الخدمات، واليوم المواطن حتى في العشوائيات بدأ يتلمس الجهود التي تبذلها الحكومة، كيف بالأرقام تصف لنا هذه الإنجازات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدينا الكرام، لك كل التحايا. البرنامج الحكومي الذي يعد من قبل الحكومة، حكومة الأستاذ محمد الشياع السوداني، ركزت في البداية على إنهاء مشكلة المشاريع المتلكئة التي توقفت لأكثر من 7 إلى 8 سنوات. الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تقريبا المشاريع التي تجاوزت 4000 مشروع تسير بشكل جيد، قسم كبير من هذه المشاريع أنجزت بالكامل وتم افتتاحها وأمام وسائل الإعلام. هناك مشاريع كبيرة عملاقة، مستشفيات، مشاريع مجسرات، طرق رئيسية سريعة في المحافظات. أيضا البرنامج الحكومي ركز على تقديم الخدمات للمناطق الأكثر حرمانا من الخدمات بعد تشكيل فريق الجهد الخدمي الهندسي الذي تولى موضوع الدخول للمناطق التي كانت تعاني من عدم توفر أبسط أنواع الخدمات خاصة موضوع الطرق. أعددنا كشوفات وبعد الاعتماد على وزارة التخطيط للعشوائيات في مركز العاصمة والمحافظات الأخرى، وتم تحديد الأولويات حسب نسبة الحرمان لهذه المنطقة والكثافة السكانية. تم اختيار مرحلة أولى من هذه المناطق، أنجزت المرحلة الأولى في مركز العاصمة ومحافظة ميسان والديوانية والمثنى، وأيضا دخلنا ضمن محافظة صلاح الدين، وأيضا خطتنا ستشمل محافظة نينوى العشوائيات وكذلك محافظة بابل. أرحب مجددا بحضرتك أستاذ نزار السلطان. يتحدث الأستاذ عبد الرزاق المالكي عن هذه الإنجازات بالنسب والأرقام، وأسأل حضرتك عن الطابع العام عندما قلبنا صفحة داعش والإرهاب وقبلها القاعدة وإلى آخره. لما نشوف العاصمة بغداد، بعض المحافظات فيها الجانب العمراني متنامي بشكل ملحوظ، وحتى المجمعات السكنية، هسه مرة المواطن يقول لك ما أقدر أشتري بيها، هذا بحث آخر، ولكن كانطباع عمراني للبلد، هذا الموضوع إلى ماذا يدلل؟ شكرا لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك. حقيقة بغداد من المدن التي يعني أخذت نصيبها من الإرهاب والاستهداف في زمن القاعدة إلى داعش إلى
يعني إلى مدينة شابه الصراع السياسي نتيجة وجود الحكومة الاتحادية باعتبارها العاصمة السياسية، وكل هذه الإرهاصات وكل هذه المشاكل اللي مرت على بغداد أثرت بشكل كبير على تأخر تقديم الخدمات. ولكن القضية الأساسية لبغداد والمشكلة نعتبرها مفصلية في يعني في البطء بانطلاق الخدمات لمدينة بغداد بانسيابية عالية، هو تهالك أو تقادم التصميم الأساسي لهذه المدينة اللي انطلق العمل به منذ عام 2006. للأسف الشديد لحد هذا اليوم المدينة تسير دون خريطة قطاعية، نعتمد على الخريطة القطاعية اللي أقرت منذ عام 1971 واللي انتهت صلاحيتها عام 2000، وبالنتيجة مدينة بغداد اليوم نفوسها تعدى 9 مليون نفوس سكان بغداد، وزائدا أكثر من 2 مليون من الوافدين على مدينة بغداد، بالنتيجة مدينة مساحتها يعني صغيرة بها 11 مليون نسمة، تقريبا ربع سكان العراق، تحتاج إلى يعني جهود استثنائية لاستكمال المشاريع العمرانية. المدينة تحتاج إلى بنى تحتية، أعتقد الأرقام المتاحة في الموازنات العامة لا تستطيع أن توازي أو يعني تلبي متطلبات حجم العجز في البنى التحتية خاصة في قطاع الطرق. مدينة بغداد اليوم يعني تشهد اكتظاظ سكاني غير مسبوق وازدحامات مرورية غير مسبوقة. نعم هناك جهد بدأ يتلمس المواطن في مجال فتح شرايين المدينة بالداخل، ولكن أعتقد هذه الجهود لن تحل المشكلة بشكل يعني عالي الجودة وكما نطمح له. المدينة بحاجة إلى طرق حلقية، بحاجة إلى إعداد تصميم جديد، توزيع فعاليات القطاعية بشكل علمي ومدروس. أطراف المدينة لا تزال تعاني بنتيجة قلة الخدمات في أطراف مدينة بغداد، سبب أساسي لنزوح الأطراف نحو مركز المدينة والبحث عن فرص عمل. عدم توزيع الفرص الاقتصادية أو الاستثمارية أو الفرص يعني المصانع وغيرها بشكل عادل على محيط مدينة بغداد يؤدي إلى تكدس السكان في قلب العاصمة اللي يشكل ربع مساحة بغداد، وهذه قضية يعني جدا خطرة. اليوم تقريبا 1000 كيلومتر من مساحة بغداد البالغة 4700 كيلومتر مربع يسكنها حوالي 7 مليون مواطن، في حين مليونين آخر إحصائية 9 مليون مواطن. أنا أتحدث 9 مليون المواطني بغداد، يعني بحسب الأرقام اللي طلتها وزارة التخطيط بغداد بها 11 مليون، آخر رقم صدر عن وزارة التخطيط بغداد عبرت 11 مليون نسمة، باعتبار أكو أكثر من مليونين نسمة هم وافدين من المحافظات المجاورة سواء لظروف الهجرة أو ظروف اقتصادية أو ما شاكل ذلك. بالنتيجة هذا رقم كبير جدا على مدينة متهالكة البنى التحتية، وبالتأكيد هذا يسبب عامل ضغط إضافي على الجهاز الخدمي لمدينة بغداد. بغداد بها مشاكل حقيقة استراتيجية وضعنا لها الحلول حقيقة نحن في مجلس محافظة بغداد، ولكن هذه الحلول تحتاج إلى نكران ذات من الحكومة الاتحادية اللي يعني وضع اليد على يعني على تفعيلها وإطلاق العمل بها، ومنها قانون العاصمة إضافة إلى الوضع الإداري للمدينة والتصميم الأساسي اللي هو أنا أعتبره المخرج الأساسي لانتظام مدينة بغداد، ووضعها على السكة الصحيحة في مجال التطور العمراني. التطور العمراني في بغداد كل المراقبين للمشهد الحضري لمدينة بغداد يرونها تنمو حضريا بطريقة عشوائية، وهذا النمو حقيقة إذا ما استمر بهذا الطريقة سيكون تصحيح مسارة مكلف جدا، مكلف على المواطن، مكلف على الحكومة، وبالنتيجة أنا أعتقد نحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات تصحيح المسار القانوني في الجانب الحضري والجانب الإداري لمدينة بغداد.
هنا نتحدث ايضا استاذ عبد الرزاق ليس فقط على المشاريع الاستراتيجيه اللي تحدث بها السيد نزار السلطان، الطرق الحلقيه وغيرها من هذه المشاريع والبنى التحتيه، نتحدث هسه على المناطق اللي هي غير موجوده لا في حسابات المسؤول ولا هي موجوده على الصلاحيات لا امانه بغداد ولا مجلس المحافظه، نقصد بها هنا العشوائيات. على سبيل المثال يعني لما تكون هنالك مناشده من حي السلام وهو اكبر منطقه عشوائيه ضمن قاطع الشعب وتحتوي على 185 زقاق، لكنه ايضا كانت هنالك اجابه للمناشده بانه تم مناقشتها في فريق الجهد الحكومي الهندسي وراح تكون ضمن اعمال محافظه بغداد بعد اكتمال الجدول. لما الجهد الخدمي الحكومي يراقب ويتابع ويجدول ومن ثم ينفذ حتى المناطق العشوائيه، هذا الموضوع وين نريد نوصل به؟ طبعا احنا اختيار المناطق هناك آلية متبعة، هناك لجنة داخل فريق الجهد الخدمي تسمى لجنة جمع البيانات، هذه اللجنة تستلم المناطق المرشحة من تشكيلات البلديات التابعة لأمانة العاصمة. هناك أسبقيات في اختيار المناطق، المناطق التي تكون فيها مجاري منفذة من قبل الأهالي، مجاري عشوائية وكذلك شبكات ماء عشوائية، يقوم فريق الجهد بتنظيم هذه الشبكات المجاري، كون إذا المناطق ما متوفرة بها مجاري تحتاج إلى كشف تصميم مثالي ومصادق ويخضع لكافة القوانين، وهناك إعلان وإحالة وفترة تنفيذ تحتاج إلى أكثر من سنة ونص إلى سنتين لكل منطقة. فريق الجهد الخدمي يختار المناطق التي تحتاج إلى تأهيل، وهناك اختيار هذه المناطق من قبل البلدية التي هي تشخص هذه الأمور الفنية، ويتم زيارة فريق الجهد الخدمي لهذه المناطق ويتم اختيارها بشكل مشترك. الأعداد الكبيرة للعشوائيات حسب الإحصائية الأخيرة لوزارة التخطيط رقم تقريبي 1093 عشوائية في محافظة بغداد. فريق الجهد لغاية هذا التاريخ تقريبا دخل بحدود 105 عشوائية، يعني 51 عشوائية اللي الآن وضعت ضمن خطة عام 2023 يكون مع المرحلتين السابقة التي تقريبا أنجزنا الأعمال في المرحلة الأولى وقطعنا شوط كبير في المرحلة الثانية، يكون نسبة إنجاز الأعمال خلال 9 أشهر بنسبة تقارب 10%، وأعتقد أنها نسبة تعتبر مثالية قياسا للفترة الزمنية التي دخل بها فريق الجهد وكذلك نوعية الأعمال المنفذة، حيث كانت هناك شبكات مجاري نظمت بشكل جيد وتم تجريب قسم من هذه الشبكات في فترة تساقط الأمطار وكانت كفاءتها عالية، وأيضا هناك شبكات ماء نفذت للمناطق التي تعاني من شحة المياه، وأيضا تقريبا انتهى موضوع الشكاوى وتقديم الطلبات ومعاناة المواطنين في هذه المناطق، وأيضا شبكات الكهرباء العشوائية حيث كان هناك اختناقات و ضغط كبير على بعض المناطق، هناك محولة تغذي أكثر من شارعين إلى 3 شوارع، نظمت هذه الأسلاك الكهربائية وكذلك المحولات، والآن قسم كبير من هذه المناطق انتهى موضوع الشكاوى للمواطنين. أيضا هناك جدولة جديدة لخطتنا لما تبقى من هذا العام، المناطق التي فيها مناشدات، منطقة السلام حسب ما أعتقد طرحت في اجتماعات الجهد الخدمي وتم التوجيه للبلدية المعنية بأن تكون هناك كشوفات لهذه البلدية والبلديات الأخرى لغرض إدراجها ضمن خطة محافظة بغداد. هناك مبالغ في المحافظة ضمن مبالغ تنمية الأقاليم حسب القرار 286 قرار مجلس الوزراء الذي شكل
بموجبه فريق الجهد الخدمي. يعني هذا الجهد مدروس أستاذ عبد الرزاق، ولكن أستاذ نزار نحكي على تكاملية الدور بين التشريعي والتنفيذي، هاتين السلطتين. يعني لما تكون هنالك مقترحات تطلبها الحكومة والجهد الهندسي تسلم من قبل من المناطق اللي هي بحاجة لخدمات، وتسلم من قبل لجنة الخدمات النيابية، هنا صار دور تكاملي بين مجلس النواب والحكومة. بالتالي هل راح ننجح، بل راح نشوف مسارات لم تكن مفعلة من ذي قبل؟ يعني مؤكد لجنة الخدمات النيابية لها دور ريادي في دعم الحكومة في هذا الجانب بالذات، جانب الخدمات. وبالتأكيد يعني بصمتها راح تكون يعني كأنها تخويل قانوني للدخول لمناطق يعني لا يسمح قانون التصميم الأساسي بإعطائها خدمات بحسب قانون الحظري للمدينة. وهنا يعني كأن يكون الأخوة يبدو يعني لديهم معايير خاصة لوضع أولويات لعشوائيات بغداد اللي هي أكثر من 1000 عشوائية. شيء جيد أن يكون يعني المعيار هو الحاكم في إعطاء الخدمات. أملنا إحنا كمراقبين للشأن وكمسؤولين في دورات سابقة لمجلس محافظة بغداد، أملنا أن يكون للجنة الخدمات النيابية دور أبعد من هذا الدور بتبني حل الإشكالات القانونية اللي توفر حلول دائمية لقضية العشوائيات. أما أن نستمر بقضية يعني الجهود الترقيعية لإسعاف ساكني العشوائيات، أنا أعتقد هذه القضية قد تكون هي يعني يجب أن تكون في حسابات السياسي قضية طارئة. والمسار الحقيقي للجنة الخدمات النيابية والحكومات المحلية هو في إيجاد الحلول الحقيقية. الحلول الحقيقية جزء منها موجود، والجزء الآخر يحتاج إلى تشريعات قانونية. الجزء الموجود من الحلول الحقيقية هو السياسة الوطنية للإسكان اللي عدت في وزارة الإسكان وصدق عليها عام 2010، وأنا أعتقد اعتماد هذه السياسة في حل مشكلة السكن يعطينا فرصة كبيرة لإيجاد يعني مساحات يعني مدروسة علميا، وتوفير وحدات سكنية بأسعار تناسب هذه الشرائح حتى نخلص بشكل تدريجي من تفاقم مشكلة العشوائيات واستنزافها ل قدرات مالية مهمة للمؤسسة الخدمية في عموم بغداد. وهذه القضية أنا أعتقد مهمة جدا في الجانب القانوني اللي يتحمله أو تتحمل لجنة الخدمات النيابية. الجانب الأخرى بالتأكيد يعني محافظة بغداد ولجنة الخدمات اللي دا تعمل الآن بالتأكيد ما تقدمه هو إسعافات أولية لهذه المناطق، لا أعتقد أنها ستصمد كثيرا أمام يعني الزحف الحضري الكبير لمدينة بغداد والنمو السكاني المستمر. وبالنتيجة هي راح تكون يعني راح تبقى تشكل عبء على البنى التحتية للمناطق الحضرية المجاورة لها، وهذا يعني بالنتيجة إلى أضرار جانبية تكلف عملية التخلص منها أموال طائلة لتوفير الإدامة أو توفير أو يعني إعادة هيكلة هذه الخدمات مثل المجاري والماء والكهرباء. كل هذه تأثرت سلبا بوجود هذه المناطق العشوائية. واليوم احنا امام تحدي كبير حقيقة، الرقم اصبح في بغداد كبير جدا ويحتاج الى وقفة. هناك دراسات كثيرة قدمها مجلس محافظة بغداد وحكومات المتعاقبة على بغداد، اضافة الى لجنة الخدمات النيابية ايضا لديها دراسات ولديها حسب علمنا باخوتنا في هذه اللجنة لديهم حلول.
مقترحة لتفكيك هذه المستوطنات البشرية بطريقة منصفة لسكانها ومنصفة للمدينة أيضا، وساهم في عملية تنظيم أو تصحيح الواقع الحضري لمدينة بغداد اللي يبدو أنه التشتت به أصبح يعني وصل إلى درجات أعتقد خطيرة جدا. بالفعل عملية التكامل بالنتيجة ما بين لجنة الخدمات النيابية والحكومة عملية يعني فاعلة ومهمة، وتضع الحكومة في الإطار الصحيح لمشاريعها الآنية والمستقبلية في تقديم الخدمات لهذه الشرائح. نعم أستاذ عبد الرزاق، نأتي إلى موضوع أيضا مهمة جدا وهي قضية إنشاء الجسور الجديدة والمجسرات. يعني كنا في السابق لما تكون هنالك مشاريع متلكئة المواطن يتذمر ويصل هذا الصوت عبر الإعلام والنقلة وكذا، ولكن رغم الزحامات اللي أدتها الطرق المتقطعة بسبب إنشاء هذه الجسور، لكن المواطن يبدو أنه على وعي ودراية بأن هذه المشاريع ستنجز بأقرب وقت، وده يشوف أنه وتيرة العمل المتصاعد والمتواصل. هنا نشوف وعي المواطن، هل نعول عليه في الجهد الحكومي؟ شلون نقدر نخلي هذا المواطن هو مقتنع وملتصق بما تؤديه هذه الجهة؟ طبعاً من خلال عملنا في المجال البلدي أمضينا 30 سنة في الخدمة ما شاء الله في مجال الأعمال البلدية. حقيقة لم أشاهد طيلة فترة خدمتي بالحياة الوظيفية مثل التعاون اللي الآن نلمسه من المواطن مع الجهد الخدمي، التعامل الطيب، الترحاب، الرضا، الدعاء. هذه المناطق اللي دخلناها في البداية كان هناك تذمر كبير من المواطنين، وكان هناك حاجز كبير بيننا وبين المواطن. وعندما شرحنا فكرتنا في العمل ونقلنا لهم رسالة دولة رئيس الوزراء المحترم وخطته لتقديم الخدمات لهذه المناطق، حقيقة كان الكثير من المواطنين يشككون، والسبب هو الوعود بصراحة الغير صادقة للحكومات السابقة. كان هذه المناطق تستخدم وقود للانتخابات، يعني فترة الانتخابات يتم تجهيز شارع سيارة سبيس أو جريدر يقوم بتعديل الشارع، أو هناك محولة لهذا الشارع أو كذا. الآن المناطق تقدم لها خدمة متكاملة، هناك مناطق حتى موضوع أسعار الدور وصلت إلى 4 إلى 5 أضعاف سعر الدار قبل المباشرة بهذه الخدمات. هناك شوارع عندما دخلناها على سبيل المثال في حي الكوفة في منطقة الشعب أنجزنا 50 شارع رئيسي في هذه المنطقة، كانت عبارة عن أزقة ضيقة وصعوبة حركة حتى يعني حركة البشر داخل هذه المناطق كان بصعوبة. الآن شوارع بعرض نظامي ضمن المعايير المرورية، وأنجزت هذه الشوارع بكامل تفاصيلها من شبكة ماء ومجاري وقالب جانبي باور كيربر وأرصفة وتبليط طبقة ستابلايزر، والطبقة الأخرى هي طبقة الإكساء. وترى الشوارع بمستوى عالي من الخدمات، وهناك مطالبة من المناطق المحيطة لمنطقة حي الكوفة. يعني الأسبوع الماضي كان هناك تجمع جماهيري لأهالي 7 قصور، التقينا بالمواطنين في منطقة 7 قصور واستمعنا لشكاواهم ومطالباتهم. طالبونا بأن تكون مناطقهم مشابهة لما حدث في منطقة الكوفة وأصبحت مثال يذكر في مجالسهم العامة. طبعا حقيقة مواطننا هو مواطن يشعر بوطنيته. أحد المواطنين آلمنا كثيرا في أحد اللقاءات، أخبرنا وأمام الفضائيات قال بالحرف الواحد: الآن أنا شعرت بعراقيتي، وكنت لا أشعر بأنني عراقي كوني لا أنعم بأبسط الخدمات. هذا الشارع حسب ما أخبرنا
قال في كل سنة ينقطع بنا المسير عن المناطق المحيطة ونبقى لفترة الشهر في هذه المنطقة مناطق سبع قصور. وحقيقة هذه المناطق التي كانت منكوبة خطة واسعة لمد خطوط مجاري نظامية فقط للتوضيح يعني للمشاهدين الكرام. نعم. وضيفك الكريم أنه صحيح هناك أعباء من هذه المناطق على البنى التحتية النظامية المجاورة، لكن أيضا درسنا هذا الموضوع، أنشأنا خطوط جديدة، خطوط مجاري نظامية طارئة، وكذلك محطات مجاري إضافية لغرض فك هذه الاختناقات للمناطق وضمان عدم الضغط على هذه المناطق المحيطة. طيب. إذا استمرت الخطة بهذه الوتيرة وتطور أيضا عمل فريق الجهد الخدمي، الآن دخلت أكثر من شركة حكومية تابعة لوزارة الإعمار، بعد أن كان في البداية الثقل الكبير على الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الآن دخلت شركة حمورابي للمقاولات الإنشائية التابعة لوزارة الإعمار، وهي شركة ذات إمكانات كبيرة تمتلك العديد من معامل الإسفلت والآليات المختصة من فارشات وحادلات، أساطيل من السيارات النوعيات اللي تحمل السبيس وكذلك تنقل الإسفلت، وكذلك عشرات المهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة، وأيضا هناك شركات أخرى تابعة لوزارة الإعمار دخلت بكامل ثقلها، شركة الفاو العامة الآن بكامل إمكاناتها وشركة آشور، وكذلك هناك جهد من الهندسة العسكرية للشرطة الاتحادية ووزارة الدفاع أيضا، وتوجيه دولة رئيس الوزراء المحترم للوزارات الأخرى بأن تكون هناك فرق تنفيذ مباشر، أيضا تم تشكيل فرق للتنفيذ المباشر في كل تشكيل بلدي. الآن خطة العام 2023 اللي دخلها فريق الجهد الخدمي بلدية الرشيد وبلدية الكرادة وبلدية الصدر الأولى والصدر الثانية وبلدية الشعلة وبلدية الشعب، كل هذه البلديات، بلدية الدورة أيضا، كل هذه البلديات شكلت فريق تنفيذ مباشر واستلمت منطقة. هذه المناطق وزعت ما بين كافة هذه التشكيلات لضمان سير الأعمال بشكل موازي للجهود مباركة جدا. حقيقة التخطيط لغرض تجاوز الأضرار التي تحصل بعد سقوط الأمطار، هناك نية لضغط البرنامج الزمني، وبالفعل صدر قرار من دولة رئيس الوزراء المحترم بأن تكون خلال هذه الفترة الشهرين القادمة أن يكون هناك عمل متواصل وخلال شفتين فعلية وبساعات عمل فعلية تبدأ من الضياء الأول للضياء الأخير، وجهد آلي يغطي المنطقة بالكامل، قسمت المناطق. جهود مبارك أستاذ عبد الرزاق المالكي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في الاستوديو، عضو اللجنة المركزية للجهد الخدمي الحكومي، وكذلك الشكر الكثير لحضرتك الأستاذ نزار السلطان، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجلس حقوق الإنسان تجاهل ضحايا إيران. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية وأستاذ العلاقات الدولية. حياك الله دكتور طارق. نتحدث عن معايير عمل مجلس حقوق الإنسان، وفق أي مبدأ تتم؟ هل هي معايير مهنية أم أنها تخضع للسياسة؟ أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام. في الحقيقة مجلس حقوق الإنسان 47 دولة من مهامه هو متابعة موضوع حقوق الإنسان في جميع البلدان، ويتم تغيير عضوية البلدان كل 3 سنوات، ولكن نعتقد أنه فكرة حقوق الإنسان بشكل عام وكذلك هي كقضية، بالرغم من أنها قضية يفترض أن تحظى بإجماع جميع الدول باعتبار أنها حقوق يفترض أن تعطى للجميع بغض النظر عن جنسية البلد وبغض النظر عن القومية أو الديانة أو المعتقد، ولكن أعتقد أن موضوع ملف حقوق الإنسان بشكل عام تم تسييسه، وموضوع التوظيف السياسي والكيل بمكيالين هو أبرز يعني المعايير المهمة الموجودة على مستوى النظام الدولي.
بالرغم من أن مجلس حقوق الإنسان وكذلك المفوضية حقوق الإنسان تصدر بين يعني كل 4 سنوات تقريبا هناك تقريرا يصدر عن موضوع حقوق الإنسان والدول الملتزمة بمعايير حقوق الإنسان، ولكن طبيعة التعامل الدولي منظمة الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن مع هذه الدول يعني يحظى ب يعني ازدواجية في التعامل. فضلا عن ذلك هناك أيضا ازدواجية في التعامل مع ضحايا حقوق الإنسان، ليس فقط من الدول التي قد تسيء استخدام ملف حقوق الإنسان. وبالتالي فعملية المعايير هي واحدة من أبرز النقاط التي تسجل على عمل مفوضية حقوق الإنسان وكذلك مجلس حقوق الإنسان. فضلا عن ذلك موضوع الحيادية، يعني هناك نقطتان أساسيتان لو تم التحقق منها في إطار عمل مجالس أو المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان. النقطة الأولى موضوع المعيار وعدم الكيل بمكيالين، والنقطة الثانية هو موضوع الحيادية في التعامل مع القضايا المعروضة. مع الأسف هناك عدم حيادية، وفي نفس الوقت هناك أيضا كيل بمكيالين في التعامل مع بعض القضايا التي دائما ما توظف سياسيا. طيب حياك الله مجددا، وأرحب بالأستاذ مختار حداد المحلل السياسي المتخصص بالشأن الدولي يحدثنا عبر سكايب من طهران. أهلا بك أستاذ مختار. نتحدث عن مجلس حقوق الإنسان، لماذا يتعامل بانتقائية مع ضحايا إيران من الإرهاب والكيان الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدكم الكرام وضيفكم الكريم. لك كل التحية. هذا المجلس يعني هو معروف، يعني هذا المجلس هو أحد أجزاء الأمم المتحدة، وهو كبقية يعني أجزاء الأمم المتحدة للأسف الشديد اللي تعمل في المجال الاجتماعي والسياسي هو مسيس. هناك قوة تسيطر على قرارات المجلس، تسيطر على عمل المجلس، وهنا نرى أنهم كيف مثلا يتعاملون مع الجمهورية الإسلامية وكيف يتعاملون مع الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني معروف أكبر منتهك للحقوق الإنسان خلال هذه العصور. هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هناك 18 أكثر من 18 ألف إيراني استشهدوا على يد القوى الإرهابية، ولكن نرى هذا المجلس لن يندد ويأتي ويقف حتى يعني إلى جانب الإرهابيين. يعني هناك توجد نقطة مثلا يختارون مقرر لحقوق الإنسان أو مقرر خاص مثلا بالشؤون إيران، حتى هؤلاء الأشخاص عندما يختارونهم يعني يكونوا أشخاص ذات خلفية سياسية، أفكار تعارض الجمهورية الإسلامية، وهؤلاء الأشخاص أولا يذهبوا مثلا يلتقوا بالإرهابيين. يعني كمثال مثلا في سنوات اختاروا شخص اسمه جورج جالوي، والآن يختاروا شخص مثلا مثل أحمد شهيد. هو قبل أن يأتي إلى إيران أولا يذهب ويعني مثلا يزور قادة زمرة المنافقين الإرهابية. يعني هؤلاء هم لديهم دور كبير يعني في الاغتيالات والعمليات الإرهابية، ليس فقط بحق الشعب الإيراني، يعني في العراق وحتى يشارك صدام في عمليات الإجرامية. يعني هذه الزمرة يذهب ويلتقي بقادتها، هذه الزمرة الإرهابية الذي استشهد على أيديها أكثر من 18 ألف إيراني، ومن ثم يريد أن يأتي إلى إيران. ومن ثم عندما يأتي إلى إيران مثلا لن يقول مثلا يقول أنا أول أشخاص يجب أن ألتقي بهم مثلا مثلا المثليين، أو مثلا هناك أشخاص كانوا قد اعتقلوا بجرائم إرهابية، يعني إرهابيين قضوا فترة السجن، ولن يقول أنا ألتقي بعوائل ضحايا الإرهاب في إيران. هؤلاء العوائل الذي قدموا من النساء والرجال والأطفال نموذج أن أقول، وعندما يلتقي بقادة زمرة خلق الإرهابية مثلا كنموذج، هذه الزمرة مثلا في إحدى المرات قاموا بعملية إرهابية، حرقوا سيارة فجروها كانت تابعة لروضة الأطفال فيها 30 طفل. هو يذهب يلتقي مع هؤلاء ولن يلتقي مع يعني ضحايا الإرهاب. فلذلك هذا المجلس مسيس، يعني هذا واضح. هناك دول موجودة في المجلس، هذا التسييس وهذه الأمثلة اللي ربطتها حضرتك أستاذ مختار، دعني نعم اسمح لي ما طرحته أنقله للدكتور طارق الزبيدي. أشار إلى نقطة مهمة الأستاذ مختار من ضمن ما أشار إلى قضية المثلية، وهنا أسأل حضرتك دكتور طارق، يعني مندوبة إسرائيل في مجلس الأمن قلقة من وضع مجتمع الميم والأقليات الإثنية في إيران، هل تحاول تل أبيب خلط الأوراق أمام أنظار المجتمع الدولي وسط هذه المتبنيات
الأخيرة من قبل المنظمات الدولية؟ حقيقة هو هناك استغلال واضح للموضوع بعض المواضيع، والاستغلال أيضا حتى بالمفردات في بعض الأحيان بعض الإرهابيين يسمونه قتلة، كذلك الحال مواضيع أخرى تتعلق بموضوع المثلية وغيرها الذي تم الإشارة إليها بشكل واضح. نعتقد أن حتى موضوع حقوق الإنسان إذا ما تم الأخذ به يفترض أن تحترم خصوصية البلدان في إطار التعامل معها، الخصوصية المتعلقة بالخلفية الدينية والخلفية الأخلاقية. فضلا عن ذلك أعتقد أنه التعامل مع بعض القضايا يفترض أن تكون يعني بمستوى عالي من المهنية. من غير المعقول مثلا أن تفرض هذا الموضوع، موضوع المثلية مثلا، في بلدان تعد هذا الموضوع هو مخالف للشرائع السماوية وكذلك هو مخالف للعادات والتقاليد. فلذلك تدرك جيدا يعني بعض البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الموضوع ممكن أن يستغل استغلال سياسي لغرض أن يتم توظيفه في إطار التدخل بشؤون البلدان، لا سيما البلدان التي قد تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعادي سياستها في المنطقة، ولكنها في نفس الوقت تغض الطرف بشكل واضح عن بلدان أخرى. هذه البلدان فيها انتهاكات مضاعفة للبلدان التي قد تسجل من قبل أمريكا باعتبارها تنتهك سياسة أو اللوائح الموضوع لموضوع حقوق الإنسان، وتركز على قضايا معينة وبلدان معينة لغرض أن تستغل وتستثمر سياسيا. أعتقد أن موضوع حقوق الإنسان موضوع بالرغم من أهميته ولكن تم توظيفه توظيف سياسي بشكل واضح. طيب هنا أيضا أستاذ مختار نتحدث عن مهما يعني كان بسيط الاحتجاج، ولكن سرعان ما يكون موضوع لجلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان، لكن المفارقة أن دماء المئات في بلدان معينة لا يوجد لها أي حيز للنقاش، يعني ما هذه المغالطات؟ نعم يعني أنا أذكر لكم موقف أنا رأيته بأم عيني. نعم. كان هناك قدم الانحياز في طهران وأنا كنت واقف هناك، كان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة هو في طهران. جاءت إحدى يعني جاء إحدى الزوجات يعني أحد شهداء العلماء النوويين الإيرانيين، وكان برفقته طفلته لكي تعترض على بان كي مون بسبب الوكالة ومفتشي الوكالة التي كان يرسل أسماء العلماء النوويين الإيرانيين إلى الموساد الإسرائيلي. بان كي مون كان لا يقبل أن يلتقي بهذه العائلة الضحية للإرهاب. فجأة عندما جاء الإعلاميين لحظة مثلا ذهب وسلم عليهم، يعني هذا كان على الرأس المنظمة الدولية وكان لا يقبل أن يلتقي عوائل ضحايا الإرهاب، وكان هناك حاضرين لكي يلتقوا به ويطالبوا بأن يرد على هذه الجرائم الإسرائيلية. فلذلك يعني كيف لا نتوقع بأنه مثلا هناك يصمت أمام الجرائم الصهيونية، يعني هناك توجد جرائم صهيونية يومية لا يعقد جلسات عادية، ولكن كافي أن يخرج عدد من الإرهابيين أو من يقوم بأعمال شغب، أعمال شغب يقوم بها في بقتل الناس في الشوارع، قوات الشرطة، قوات الأمن، قوات الشعبية، يأتوا يدعموا هؤلاء الإرهابيين الذين بشكل علني إسرائيل تعلن دعمها، الولايات المتحدة، القوى الغربية. يعني هذا المجلس أصلا لا أمل في هذا الحقيقة، هذا المجلس إحدى أدوات القوى الدولية للضغط على الدول. لماذا إسرائيل يجب أن تكون في مجلس حقوق الإنسان وهي أكبر منتهك لحقوق الإنسان؟ يعني كل أسبوع يستشهد عدد من الفلسطينيين، أو هي الولايات المتحدة أكبر منتهك لحقوق الإنسان من داخل الولايات المتحدة؟ هذا وضع يعني الشعب الأمريكي، هؤلاء المشردين في الشوارع، هذا التعامل الشرطة الأمريكية مع المواطنين الأمريكيين، هذا التعامل القاسي. ولكن هناك سرعات خرج إرهابيين في شوارع طهران يأتوا ويدعموا هذه القوى الإرهابية. هذه إحدى أدوات هذه المنظمات، أصلا هذه منظمات لن تعمل على القانون، يعني هناك يوجد لديها قانون، قوانين دولية، ولكن أي من هذه القوانين تم تنفيذها؟ يعني أنا ذكرت ذلك الموقف كمثال، وهناك يوجد العشرات والمئات، يعني كل عام عندما أنا لكم موقف آخر، يعني اجتماع مجلس حقوق الإنسان تذهب المنظمات الغير حكومية NGO الداعمة لضحايا الإرهاب ومنها الجمهورية الإسلامية ومنها من فلسطين، يذهبون أمام مجلس حقوق الإنسان أو في أروقة مجلس حقوق الإنسان يقوموا بإقامة معارض. طيب. حول الجرائم الإرهابية. ولكن نرى ممثلي الدول الأوروبية لن يمروا من هذا المكان، بل
يطالب من الشرطة هناك أن يعرقلوا عمل هذه المنظمات التي جاءت بشكل قانوني لتعرض هذه الجرائم الإرهابية. يعني هذه حقيقة مجلس حقوق الإنسان. يعني في مجلس حقوق الإنسان تنتهك حقوق الإنسان. كل الأوساط دكتور طارق غير الحكومية اللي تحدث عنها الأستاذ مختار اللي تحضر أو تحضر في مجلس حقوق الإنسان يسمح لها بتنظيم فعالية، ولكن يعني غير أن هذا الخيار لم يكن متاح للضحايا الإيرانيين. هسه التقصير من المنظمات الإيرانية اللي ما أجرت هذه الفعاليات، لو أن مجلس حقوق الإنسان هو اللي كان مقصر بمنع هكذا فعاليات. التقصير الحقيقي في طبيعة ملف حقوق الإنسان في الدول الغربية. التوظيف ليس فقط سياسي، يعني الذي تكلمنا قبل لحظات فيما يتعلق بمواقف يعني النظام الدولي ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية من بعض البلدان سياسيا، هناك أيضا ازدواجية في التعامل مع هذا الملف ديموغرافيا، بمعنى أن موضوع حقوق الإنسان وتطبيقها على مستوى يعني المواطن الأوروبي أو في داخل أوروبا تختلف معاييرها عندما تتعامل أوروبا مع دول أخرى لا سيما بلدان الشرق الأوسط، بمعنى أن التعامل والازدواجية أيضا أخذت طابع ديموغرافي. إضافة إلى مسألة أخرى، في بعض الأحيان حتى هذا الموضوع التعامل في هذا الملف على المستوى الصحي، صحيح أن أجيال حقوق الإنسان مرت بمراحل متعددة، قد الجيل الأول مثل الحقوق مدنية وسياسية، حقوق الجيل الثاني حقوق اقتصادية واجتماعية، لكن أكو هناك في الجيل الثالث ما يسمى بالحقوق المتضامنة والحقوق العامة المتمثلة بالسلام العالمي، المتمثلة بالصحة العالمية. في فترة كورونا في قد اتضحت الازدواجية في التعامل مع هذا الملف، هذا بالرغم من أنها أزمة إنسانية حادة، ولكن يعني كشفت عن الجشع الواضح من قبل بعض البلدان الغربية المتعلقة بموضوع تحويل هذه الشركات إلى تجارة ومحاولة استغلال هذه الأزمة. فضلا عن ذلك أيضا هناك تعامل وقد سجل على يعني بعض البلدان الأوروبية التي استمرت في موضوع الحظر وموضوع العقوبات على بعض البلدان بالرغم من وجود هذه يعني هذه الأزمة الصحية التي منعت الكثير من المواطنون في يعني لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بمعنى أن هناك مؤشرات كثيرة من خلالها إذا ما تابعناها بشكل تفصيلي يتضح جليا أن موضوع التوظيف هو ليس فقط توظيف سياسي، توظيف صحي، توظيف ديموغرافي، نعم. توظيف اجتماعي، توظيف اقتصادي. نعم. طيب هنا أنا أيضا نتحدث عما بدأنا معه به مع الدكتور طارق الزبيدي أستاذ مختار، شنو المعايير اللي يستند إلها مجلس حقوق الإنسان لمنح قضية معينة الاهتمام اللازم؟ فقد وضح نقطة، المنظمات الإيرانية الغير حكومية تشارك، ولكن كما قلت الشرطة السويسرية التي تدعي هي محايدة تعرقل عملهم، مثلا يقوم في أروقة مجلس حقوق الإنسان يعرقل مثلا المعارض الذي يقيمونها، وهذا معروف يعني، ولكن المنظمات الإيرانية تشارك وحاضرة، الذي يعني تتحدث عن ضحايا الإرهاب، ولكن قلت يعني حتى الممثلين الدول الأوروبية يمروا من مكان آخر لكي لن يروا هذه الأمور، يعني يهربوا من الحقيقة. ولكن مجلس حقوق الإنسان راح أذكر لكم مثالا، يعني هناك قبل سنة أو سنتين جاءت مقررة حقوق الإنسان بالنسبة للحظر، وهي كانت مهنية حقيقة، جاءت وقالت أن الولايات المتحدة تستهدف حياة الشعب الإيراني. مثلا هناك الآن يوجد أطفال مصابين يعني بمرض خاص بالجلد، وهذه الأدوية تأتي مثلا من السويد، ولكن حتى على هذا فرض العقوبات، وهي حتى تحدثت على هذا الجانب، ولكن مجلس حقوق الإنسان أصلا فقد عقد جلسة روتينية ولن يهتم بالتقرير. فلذلك هذا المجلس كما ذكرت، هذا مجلس يتحرك على أساس ما تريدها القوى الغربية. يعني عندما يختار الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ونعرفها في المنطقة وخارج المنطقة، وخاص مثلا مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أن يكون لديها دور، يعني تصبح مسؤولين لجان، ويأتي تعرف يعني إيران كانت مسؤول في مجلس حقوق الإنسان وعامل ماط، يعني أخذوا هذه المسؤولية من إيران دعما للإرهابيين الذي كانوا يقومون بعمليات إرهابية في شوارع طهران. فلذلك كيف نتوقع من هذا المجلس أن يكون محايد؟ يعني هذا مجلس، هل رأيتم يوما أن يقوم بجلسة عاجلة للشعب الفلسطيني أي مثلا للعمليات الإرهابية التي كانت الانتحاريين كانوا يفجرون نفسهم في العراق أو في أفغانستان ودول المنطقة؟ ولا مرة هؤلاء أقاموا جلسة عاجلة، ولكن عندما
يرون هناك لديهم مصلحة يقومون بقيام أو بإقامة جلسة عاجلة. فلذلك هذه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة هذه حقيقة لا يمكن كتمانها، إنه أصبحت أداة في يد القوى العالمية ليستخدموها كورقة للضغط على الدول المستقلة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مختار حداد المحلل السياسي المتخصص بالشأن الدولي، حدثنا عبر سكايب من طهران، والشكر الموفور لحضرتك الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلاقات الدولية ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.